ارتاح. علاش بزاف ديال اللعبه ملي تساليو المسار الكروي ديالهم كنلقاو واحد السوله بحال الشكل ديال التفتح. واش غنقول لك؟ هو صراحه هو الله يحسن العوان لعاب كيلعب واحد المده كبيره في القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني، فاللعاب اللي كيبركو كيهز شويه الوزن، فهذاك انا كنظن اللي كان كيتدرب يعني بواحد الاستمراريه وكان منضبط التدريب ديالو، لما ريح ما بقاتش هذيك التدريب كيبدا بشويه وكيتزاد، وتا كثرت شويه الراحه كانت راك عارف بطولتنا المغربيه ولا الاجواء الرياضيه في المغرب. فصراحه بعد النوبات كتكون انا ما كرهتش يكونوا تكريمات ويكونوا القدماء مجموعين باش القديمة كتستمر ديك المقابلات وتبقى لا فورم هي، ولكن مع كامل الاسف ربما التكريم من بعد ما غتلقات واحد المقابله تنسانه اخرى، فكنتمنى يكثروا بحال هذه المقابلات احنا باش نرجعوا لا فورم ديالنا. وشكرا بزاف عواس المباركه.